أن يعود في الكفر كما ذكر أن يقذف به في النار. الحديث ده مولانا لي عندي يعني يعني مكانة خاصة، لأنه يمكن لما جيت أنا كنتش محجبة، الحمد لله ربنا من عليا بالحجاب، فأنا مكنتش عارفة يعني كنت تايهة، مكنتش عارفة إزاي أخد القرار سبحان الله، فيمكن دي أول مرة أقولها. فأنا كنت نايمة وأنا نايمة لقيت الحديث ده، كنت ولا كنت أعرف الحديث ولا أي حاجة، ولقيتها صريحة جدا، ويكره أن يلقى أن يعود إلى الكفر كما يلقى كما يكره أن يلقى في النار. نعم. كلها بقت غريبة جدا قدامي، فقعدت استدرك الحديث، قلت ايه الحديث الغريب ده. فكنت نايمة صحيت، كان اذان الفجر بيأذن وانا كنت نايمة سايبة التلفزيون مفتوح على قناة الكويت، فصحيت هما بعد الاذان الفجر مباشرة بينزلوا حديث، لقيت نفس الحديث، فكانت الله. رسالة لا تقبل الشك، فسبحان الله صحيت الصبح لبست الحجاب، اشارة من الله ورسالة وهداية من الله سبحانه وتعالى. يعني كل الناس بيقول اصل انا وشفت لا هو ده اللي حصل لي بالظبط، هذا الحديث له مكان عندي سبحان الله، حتى لو حضرتك قلته يعني لمس قلبي وحضرتك بتقوله، جزاكم الله خيرا. هستاذ حضرتك اخد ملك من اسكندرية، ام ملك من الغربية. انتوا صوتكم واطي على فكره، عملوا لي صوتكم شويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا اهلا وسهلا.